تحط الإبرة على فمها تطلع البنت لأمها. بفتكر المثل المصري ده وأنا في خاطري إعلامية مصرية راحلة رصينة وجميلة وأجيال كتيرة تعرفها وتعلقت بيها وتذكر لها كل ما هو طيب، كل ما هو طيب في الأداء الراقي وفي الأفكار المتنوعة وفي الرصانة وفي الجمال، جمال الشكل والروح، وفي الموضوعات اللي كانت بتقدمها اللي كانت معظمها على القهاوي. المذيعة اللي قدمت برنامج مزجته وشكله مطبوع في ذاكرة ناس كتيرة جدا، برنامج حكاوي القهاوي للراحلة سامي الإتريبي. المذيعة دي أو الإعلامية المصرية دي كان الناس بتشوفها في البرنامج مش بس بتستريح لها وتستطيب أن تتابع معاها حواراتها مع ناس بسيطة، إما كواجي بتاع خزف بتاع حلي، إنما كمان كانت بتتفرج على الملابس الشعبية اللي كانت بتلبسها. كانت سامي الإتريبي بتطلع في البرنامج دايما بجلاليب، اللي من سيوة واللي من سيما واللي من الواحات واللي من الفلاحين واللي من الصعيد. كانت الناس بتقعد تتفرج على الأداء وعلى الشكل، وكتير اعتقدوا ان هي بتلبس الأزياء دي عشان تتناسب مع طبيعة برنامجها حكاوي القهاوي. انما الحقيقة ان هذه الإعلامية كانت عاشقة للأزياء التراثية سواء من مصر او من برا مصر، ومن مرتب التلفزيون اللي هو كان بالتأكيد مش ثروة كبيرة أبدا، كانت تفضل تقسط وتدبق فلوس عشان تشتري عقد فضة، كردان من بلد، لبس أو جلابية أو زي من بلد تانية. كانت باختصار مضيعة فلوسها أو صرفة كل فلوسها على اللي هي بتحبه. وكانت تقول الناس بتورث ولادها شقق وأطيان وعمارات، وأنا هورث ولادي شوية جلاليب وشوية كرادين، بس أنا مبسوطة. زمان كان الإنسان تخمن أمام لغة الموت، وإذ خاف الفناء بات يبحث كيف يخلد في البقاء. أبي راد لك يا حبيبي، جبلت وعفيت عني. طب انا سمعت بقى عمدة ان حضرتك هنا القاضي العرفي بتاع البلد. بعد ان حتى علاء الدين قصته مع الامير والفنان، اخبر السندباد بما دار بينه وبين البحارة الاشهر. نشاهد في فنون الطرب عند العرب نقرأ عن زرياب، وفي فنون التصوير الصحفي نلتقي بحسن دياب. كان يا ناني تعالوا بسرعة شوفوا ذا كوكبي فوق العقل، هسألكوا سؤال إنما بدعة ده أنا أسألك. تلف أيام كتيرة جدا بعد رحيل هذه الإعلامية، وبعد كده نلاقي بنتها اللي كمان شقت طريقها في الثقافة والإعلام واللي مهتمة برضو ببرامج الكتب والتنمية والثقافة، نلاقيها تقريبا نسخة من مامتها، نسخة في محبتها لنفس الحاجات اللي بتحبها مامتها، وعندها حلم انها تحقق ما كانت تتمناه السيدة سامية الإتريبي. الإعلامية رشا الجمال. اهلا يا رشا. التقديم جميل جميل. اتفضل يا رشا. انت جاية متناسبة مع الفقرة. ايه أيوة. الكوستيوم ايه الزي ده؟ ده مش مصري ده. انا بصي كان نفسي قوي اقولك دي ابسط حاجة عندي، بس الصراحة دي احلى حاجة. طب حلو حلو. لابسين اللي على الحبل يعني. ده اللي على الحبل رسمي يعني. ده فستان فرح او يعني تالت ايام الفرح تونسي. فستان تونسي. مامتي كانت بتسمي الحاجة التونسي دي القبة. يعني الشيك لما نبقى عندنا مناسبة شيك نطلع بقى التونسي. عشان كله ذهب وقصب كتير قوي، والحاجات بتاعتنا احنا السناوي والحاجات دي بتاعت كل يوم. بس ازاي كده يا رشا؟ يعني اول انا بشوف يعني انا بتفرج بفتكر سامية الإتريبي الله يرحمها، ووصلك دلوقتي والحاجات اللي انت محتفظه بيها وبتلبسيها، بحس كده انه ايه ده، معقوله يبقى في كوبي كده؟ ده الورث. ده ورث يا جماعه، ده ورث رشا الجمال من سامية الإتريبي. يعني رسمي الصراحه. هي انا ورثت حاجات حلوه كتير قوي يا ماما، مش بس الحاجات دي. طبعا الحاجات دي حلوه جدا وانا يعني بترحم عليها وبتشكر لها طول الوقت، بس ورثت كمان نفس الطريقه.
يعني ورثت، ان لو جالنا مثلا واحد عايز ياخد مني فلوس مثلا اتفائل بيه. وكانت الله يرحمها في راجل كده ضرير شافها مره في الشارع فمسكها فقال لها انت رايه انا تعبان يا بنتي، تقوم تقول له ايه وانا كمان ده انا تعبانه قوي ده انا رايحه عند الدكتور فلان الفلاني وعندي جلسه ما اعرفش، اقول لها مامي ده حياتها هنقعد نحكي له قصه حياتنا وانت عندك ايه بقى، وانا والله اصل ما حد فيلم. وبعدين تتفائل تقول لي لو جه الراجل ده ياخد مني فلوس انا هينولني اللي انا عايزاه، عشان يوميها هو دعا لها وقال لها روحي ربنا هيسهل لك مشوارك ولا ايه، وربنا فتح عليها يوميها. فيبقى كل ما نشوف الراجل ده يبقى ربنا هيفتح علينا. فانا ورثت نفس الطريقه دي، وجوزي برضو بيتريق عليا زي ما ابويا الله يرحمه كان بيتريق على كان ابوكي بقى يتريق على مراته اللي هي سامي الاتربي لما تشتري الحاجات اللي بتصرف عليها فلوس كل حاجه. هو ابويا كان راجل ارستقراطي جدا ومش فاهم ستي دي بتعمل يعني في المجمل. بس يعني والدتك برضو من اسره يعني عتيده، يعني قصدي الموضوع ملوش علاقه، ده هواها دي غيتها. هي ست كانت متواضعه هو ما كانش متواضع. لا يعني مامتي طبعا بالنسبه للسنه اللي اتولدت فيها بالنسبه لجيلها يعني لا افانجارد يعني يعني مختلفه طبعا. يعني ابويا لما ناسب واحده من الاسره دي كان بيتهيأله انه هيناسب هانم كده عاديه بتلبس تيرات ديش في بني كده وكويسه. فجاه بكده يعني جلاليب مفاجاه عمره. ما كانش بيحب الموضوع او مش مقتنع بيه اصلا. بيحب القديم يعني بيحب الانتيكا. بيحب العفش القديم. الديكور القديم، بس ما كانش طبعا فاهم يعني ايه الناس تنزل لابسه كده. طب ما تشرحي لي شويه الحاجات دي جنبك كده يا رشا. قوي قوي عايزه دهب ولا فضه؟ ما انا ما اعرفش بقى اشرحي لي. بصي الاول انا هقول لك على الفضه. احنا قدام الورث يا جماعه. قدام الورث. تحية الورث. خلينا نقول انه الحاجات دي قيمتها مش في المعدن اللي هي منه، قيمتها في صناعتها وفي قدميتها او عتاقتها. طبعا انت كل الحاجات دي مثلا اللي من 200 سنه ولا من 300 سنه. طبعا انما في حاجات معدن او فضه، في شويه حاجات معدن بسيطه. بس معظم ده فضه، بس فضة. الفضه المصري مش زي الفضه الانجليزي، ارخص. يعني احنا فضتنا دي اسمها فضه 90، دي ارخص. لما مامتي ابتدت تلم الحاجات دي كان يمكن جرام الفضه ب 40 قرش. يعني انا اتذكر ان البتاع ده كان ب 1000 جنيه. محزام من 20 سنه. من 20 سنه. انا ما اعرفش طبعا مين وسطه قد كده الصراحه. بس حزام قديم. حزام قديم عتيق. ما اعرفش يعني بيلبسوه يعملوا ايه بالتقل ده كله، بس هو تحفه. اتليست في رايي انا يعني. بس ما تلبسش يعني. شو انا عندي واحد اوسع منه شويه، لما كنت صغيره كنت بلبسه، وامي الله يرحمها كانت بتقول تحت ال 30 لحد ال 35 تلبسه فضه، بعد كده ما حدش يلبس فضه يلبس ذهب بقى. طب وليه يعني انت بتلبسي اللبس ده مش لابساه بس للبرنامج، انت بتلبسيه في مناسبه وقت؟ شوفي ده بجد انا مش بهزر، ده اشيك فستان عندي. لما بلبسه في فرح بلبسه بتاع اسود من جوه، مش بلبس عليه بنطلون ولا حاجه. بيتحول لفستان، فستان فله يعني جميل. لا احلى فستان عندي. وجوزك متعايش مع ده؟ جوزي. انا هي حاجات جميله وبديعه، بس قصدي مش النورم، بيسموها ايه، مش المعتاد يعني. لا ما انا ما بحبش ابقى معتاد خالص، ده انا موت نفسي. واظن ان امي كمان كانت كده. هي كانت بتلبس ساعات جلاليب يعني ده حلو قوي، بس في جلاليب بتاعتها بسيطه جدا يعني. جلابيه دي اللي هي التاني واحده خلاص، اللي هي الجلابيه السيناوي. لا مش السيوة، اللي في النص السودا خالص دي. دي جلابيه طبعا الشغل اللي فيها ما يتعملش خالص النهارده ولا لما يقطعوا ايديهم، بس هي جلابيه بسيطه قوي. مامتي كانت بتلبسها بقباب شل قباب خشن. اقول لها مامي احنا رايحين حته يعني محترمه يعني، تقول لي يا سلام انا بالجلابيه سامية هانم الاتربي، بالبيجامه سامية هانم الاتربي، بقميص النوم سامية هانم الاتربي. يعني صح. فانا الصراحه كنت بسمع وما كنتش متخيله ساعتها ان انا ابقى كده. كان بالنسبه لي الست دي كائن كده كبير قوي، وامي يعني زي ما الواحد بتعود على امه، مفيش حد في الدنيا. فلولي فرح بقيتي رشا هانم الجمال. رشا هانم الجمال طبعا. كويس.
احكي لنا بقى. ها بصي بقى، فالحاجات الفضه دي هي كانت بتلمها من 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 سينا، من سيوة، من الحته اللي تروح لها. كان الجيل ده كله اللي هو الجيل اللي كان شاب في الستينات والسبعينات ده قومي. وكانت الموضه بقى من كانت الموضه الهيبي دي. ان الواحد يبقى ياخد الزي الشعبي، وال حتى من ايام عبد الناصر تيتو ونيرو والثقافه الجماهيريه والكلام ده. فالجيل ده كله نشأ على ده، فهي كانت بتلم الكلام ده من 100 سنه. لما اشتغلت بقى في حكاوي القهاوي كانت كبيره، كانت بتاعه 40 سنه يعني. بقت تتعرف على تجار من المناطق اللي يروح لها ويجيبوا لها الحاجه لحد باب بيتنا. يعني يجي واحد اسمه عم نمر مثلا من سينا ولا من سيوه، معاه قفص بلح ومعاه من الحاجات دي ويشتري. طب يعني ايه مثلا احنا يعني مش بنفهم في ممكن نفهم في تقييمها الجمالي نقول دي احلى من دي، انما قولي لي ايه اغلى حاجه من دول وليه؟ الغالي طبعا الدقيق الصنع، ما عادش حد يوزن لك ويقول لك الجرام بكذا. يعني مثلا اللي على الفستان التلي ده تحفه، حاجه اسمها لبه اللي فوق ده. انت مش بتتكلمي على الجلابيه بقى، انت بتتكلمي على الكردان. الجلابيه دي يا منى اللي هي طلعت معاكي بيها في البرنامج. يا حبيبتي يا لو على فكره ده كان من احلى ايام عمرها، عشان بس تبقي عارفه انا ما بجاملكيش على فكره. هي رجعت قالت ايه اللي انا كنت فيه ده احنا ما اشتغلناش. والله لا لا انا ما اعرفش، انا ما كلمتهاش بعدها لان انا طول بصي انا طول عمري بحس ان انا بحب ساميه الاتريبي دي، حتى وهي في التلفزيون بحس ان هي انسانه جميله وشفافه فبحبها. وعملت معاها لقاء بالنسبه لي كان ممتع جدا، واعتبرت ان دي حاجه تخصني انا، ما اعرفش ان هي كمان كانت مبسوطه. يوه دي رجعت تقول لي عليكي طبعا العلام حلو وست متفتحه ومتعلمه ومش عارفه وحلوه، وبعدين عربيه مخصوص جابتني وعربيه مخصوص ودتني. هم في ماسبيرو في ابناء الجيل ده كانوا بيصرفوا على شغلهم. يعني مامتي كانت بتحط الاضاءه بعامل الاضاءه في الريجاتا الحمراء بتاعتها، وتروح التصوير والاتوبيس يعطل وتنقل الناس في تاكسي ففكره ان اتوبيس ان عربيه خاصه من القناه تروح تجيب الضيف وتجيب له كابوتشينو وكلام من ده. انت دي ثانيه هاني من الاتريبي. ايوه طبعا لازم عربيه تروح تجيبها. احكي لي بقى، دي جلابيه تلي من اسيوط. ده بيتعمل حاليا لسه في اسيوط، بس طبعا مش بدقه الصنع دي. ده بيبقى فضه. ده فضه، كل ده فضه. ودلوقتي لو شفتي اللي بيعملوه اخف من ده بكتير. يعني الجلابيه دي هتجيبها بكام دلوقتي يا رشا؟ انا امي اشتريت الجلابيه دي ب 3000 جنيه مصري. من او على ايها يعني. فده كان مبلغ كبير جدا. يعني ال 3000 دول دلوقتي يسووا لهم مثلا 30000. بس طبعا دي مش ب 30000 جنيه ولا حاجه، بس يعني يمكن 15 يعني 15 أو لو لقيتيها بقى. يعني لو لقيتيها. وانا رحت تونس على فكره، ويعني ده ينفع اقول؟ اتفضلي. طبعا يعني انا مثلا رحت تونس علشان اكمل شراء الحاجه، ما انا بموت فيها. فده مثلا مؤخرا. يعني انت رحت تونس لوحدك؟ انا رحت تونس من 6 سنين مثلا، بعد ما توفت امي. فرحت عشان اشتري تاني من ده. طبعا ما هو البحر يحب الزيت. يعني هي كانت شاريه القفطان ده زمان، هي اشترت حاجه التونسي بتاعتها ده. واشترت ده تونسي كمان. اشترت ده وراه يعني ظهره احلى كمان من وشه. واشتريت كذا حاجه تانيين، بس انا جبت منهم دول. فانا رحت اجيب تاني، الصراحه كان نفسي زي ده، ما هو ده تونسي برضه. فعايزه الدخلي ده علشان ده هيروح. فقلت اجيب واحد تاني، فوقفت في السوق لقيته عند واحد بس، فقلت له عندك من ده بس حالته احسن شويه؟ قال لي انت مصريه؟ قلت له قال لي من كام سنه في واحده مذيعه من عندكم جت خلصت كل اللي في ما جبتش. يعني انت وماما خلصتوا على الصنف كله. نكتفي بهذا القدر. مامتك كانت قاسره. طبعا يعني معرفش فيها حاجه كده، طيبتها معرفش شفافيتها، بس هي حاجه. بصي يا رشا، انا ما قابلتش والدتي غير مره واحده بس، هي الساعه اللي عملنا فيها المقابله دي من سنين طويله، انما عندي انطباعات جوايا كبيره جدا عنها. هي انا زي ما كنت بقول لفريق الاعداد بتاعك، هي امي كانت تمتاز بإيقان
وإيمان عميق جدا. انت والدتك فضلت في صراع مع المرض 18 سنة. يعني ده مش طبيعي. لا مش طبيعي. كنا بنروح الدكاترة في أمريكا يفروا الهيستوري يعني المرضي بتاعها ويقول لها أنا عمري ما فريت صفحات كتير كده المريض سرطان. طبعا هي كنت بيقر عليا الراجل ده ولا ايه؟ بس هي كانت مثلا بتاخد علاج كيميائي. العلاج الكيميائي بيوقع الشعر. انا عمري ما امي نزل لها شعره واحده ولا شعر، وتدعي تقول والنبي يا رب كله الا يجي في مخي الالماظه الالماظه وما يوقعليش شعره واحده. وفعلا وردوا وراها ده. تروح نروح في مستشفى في باريس، يعني مستشفى كبيره، حاطه حنه على راسها مبدئيا، ماشيين في الشارع حاطين حنه على راسنا. لا حنه يعني حنه لبخه. لبخه حنه؟ ايوه. ليه؟ اهو بقى اكلميها. حاطه حنه على راسها وفوقيها هم بيلبسوا المرضى حاجه تلج عشان الـ ما يجريش بنفس السرعه الدواء في المخ. فالحنه وفوقيها طاسه التلج دي. منظر يعني يهلك ضحك، مش قادره اتخيل. وانا بقى عندي 18 سنه ومحرجه جدا بقى في المدرسه الالماني، ومامتي عامله في نفسها كده زي الفلاحين، يا مامي ايه الحنه دي؟ تقولي مالكيش دعوه مالكيش دعوه، وتقعد تقول يا كيمو كوني بردا وسلاما على سامي. وانا اضحك طبعا. ايوه بس انا بقول لك الرقم ده، هي اتعايشت سنوات طويله يعني. اتعايشت هي معرفش عملت ايه بس نفعها. نفعها يا منى. طبعا. بس هي كانت عايشه بالطريقه دي. وعايشه. انت قلتي لي فضلت بطريقتها دي اليقينيه لحد اخر لحظه. اخر لحظه تقول لي بتروح يعني. واخويا في انجلترا واحنا منتظرين اخويا يجي من السفر، ومفيش طيران واحنا منتظرين، وهي تفوق كده تقول لي هو اخوك هيجي امتى؟ لا يعني بقى خلاص في الانعاش. في الانعاش. وهم قالوا لكم يعني المساله ساعات تقول لي هو جاي امتى؟ قلت لها مامي لسه بعد 48 ساعه. تقول لي يبقى انا هنتظر 48 ساعه. وانا اضحك طب اقول لها هو بكيفك تعملي كده؟ 48 ساعه اخويا جه قعدت ترغي معايا 7-8 ساعات متواصل، وسبناها تاني يوم مات. فيعني انا بعد افتكر احس ان الواحد ممكن يمشي في الدنيا يروح كده يمر مر الكرام ويتوكل على الله، وممكن يمشي في الدنيا يقابل واحده زي حضرتك كده اللي انت بتقابلي سفره وزراء وبتقابلي كل حد في الدنيا، يقعد معاكي ساعه مش هتنسيها. ده حقيقي. فهي كان ربنا اصل ده قبول من عنده، هو كان مديها ده مديهولها. ده حقيقي. طبعا كان امنيه حياتي اني يبقى عندي بنت. انا عندي ولدين، عندي ابو بكر وحسين. كان امنيه حياتي ان يبقى عندي بنت. وامنيه حياتي ان كان يبقى عندي بنت تورث الحاجات دي. ده امنيتي انا الشخصيه. بس ما عنديش بنات. ربنا اخويا عنده بنتين ويبارك لك في اللي عندك. اخويا عنده بنتين يا رب يحبوا الحاجات دي زينا وخلاص. بس انا امي مش ده كان حلمها. انا امي كانت عايز تعمل متحف مزار للحاجه اللي هي قاعده بتلمها دي، وكان نفسها تعملها في شقه من شققها وتحطها والناس تعرف ده بتاع سيوة وده بتاع سينا وده من تونس وده من الجزائر، وامنيت حياتها. وانا ان شاء الله لو ربنا يعني يغنيني اعملها لها. اعملها لها في اي حته. طيب قلت لي ان انت يعني في سنوات ما اعرفش بقى المراهقه ولا الشباب كنت نار ونقيل مع مامتك طول الوقت لحد ما يعني ماتت مامي وانا بتخانق معاها. ليه يا رشا؟ يعني ده انت نسخه مين هتتخانقي معاها ليه؟ ما هو زي ما قلت لك انا يعني والدي مات وانا عندي 14 سنه، فهي ما عندهاش زوج، وانا اتجوزت وانا كبيره، ففاضيين يعني هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نتشكل. حتى بعد ما توفت يا رشا قلت لي فضلت تتخانقي معاها. بتخانق معاها يعني بحلم بالخناق. بحلم بالخناق. حلمت انا ما عندي مشكله الموضوع البنت ده. كان نفسك تخلفي بنت قوي. فمن سنه كده وانا بحاول يعني في موضوع البنت ده، حلمت ان انا بتخانق معاها وهي ماتت. يعني انا بحلم ان انا بقول لها في الحلم انت ما دعيتيليش اجيب بنت ليه؟
كل حاجه دعيتيلي بيها حصلت، كل حاجه دعيتيلي بيها حصلت، اشمعنى البنت؟ ما دعيتيليش اجيب بنت. انا مستحيه يا رشا يعني في الحلم يا الله. فتقوم ترد عليا في الحلم تقول لي انا كان عندي وقت، انا كنت بدعي انك تتجوزي اصلا مش انك تجيبي بنت ولا فما لحقتش ست. مفتريه. ما لحقتش. حبها بنقول مقتنيات دي انتوا ورثتوه واقتنعتوا بيه انت واخوكي، بس ده يعني سبب مواقف محرجه على راسها لما جه اخوكي يتقدم لواحده. بس اخويا دلوقتي متجوز واحده تانية واتجنن. ماشي يا ستي، ده في الماضي الصحيح، واكيد حكى لمراته ما تقلقيش. ايوه ده احنا فضحيه، احنا ما بنعرفش نحكي ولا حاجه. فدلوقتي رايح يقدم للعروسه هديه، بقى هديه غاليه كانت العيد. فسال مامته يعني عايز اغلى حاجه واحلى حاجه عروسه يعني، فجابت له حاجه طقم غالي جدا بس مش ذهب، انما يعني من المقتنيات حاجه. احكي لنا بقى لما قدم الهديه للعروسه. هم راحوا مع بعض عند عاطف ونقوا الطقم ده بالمرجان وبتاع ومغولي وشيك جدا وجابوا له بتاع قطيفه يحطوه فيها واهتموا جدا يعني. مش انه اتسلق ولا حاجه. فراح قدمه للعروسه. المهم يعني هي العروسه كانت مستعجبانه شويه يعني في الجمله يعني، وتلاقوا داخلين لها بقى بالجلاليب اشي تونسي واشي يسيني، فها يوم ما اتخضوا. صح. المهم هي الست العروسه شافت الحاجه، فتحت البتاع بصت فيها خلاص وراحت واخده بعضها وداخله جوه. دخلت جوه سابت اخويا. بعد خمس دقايق كده طلع له والد العروسه. قال له يا دكتور مش عيب برضو حد في اول عيد يعدي على خطيبتك تجيب لها حاجه زي كده؟ قال له حاجه زي ايه؟ اخويا بقى يعني ساركاستيك يعني ساخر فظيع يعني. فقال له حاجه زي ايه لو سمح الله؟ فقال له يعني حاجه فضه يعني. قال له فضه ايه المشكله في كده؟ قال له يعني المفروض تبقى حاجه ده. فهو اخويا ساعتها حس ان هو المفروض عليه ان هو يفركش الجوازه دي. فقال له طب لو كنت جبت لحضرتك فيديو كان عدى. كان بقى اكسبتبل يعني، كان بقى مرغوب فيه يعني مقبول. فقال له لو فيديو كان حاجه تانيه هديه يعني. قال له ليه؟ ما ده باكو ده باكو ده باكو. نفس التمن. بمنتهى البلدي كده يعني. وطبعا الجوازه اتفركشت. طبعا خدنا المغولي بتاعنا ولسه التقم ده موجود. عندي بقى. اخويا ما خدوش الصراحه عشان بس اتشائم منه. اتشائم منه. عندي انا. رفا انت من سنين وبتشتغلي على يعني بتظهري على الشاشه وبتقدمي برامج نوايا. لا ومش بس كده، انت ظهرتي بشكل حقيقي يمكن كان بعد وفاتها. خليني اقول ما انا عمري ما اشتغلت وهي انا ابتديت اتمرن وهي في المستشفى. هي قعدت شهرين في المستشفى قبل ما تتوفى، فانا ابان الشهرين دول كنت بتمرن على الهواء. اول برنامج طلعت فيه كان هواء، كان اون تي في. كان اون تي في. انا قعدت سبع سنين اشتغل في اون تي في. وهي وطلعت على طلعت القناه فتحت قبل ال 40 لاني طلعت لابسه اسود مده طويله. فهي اتوفت ما تعرفش يعني، كنت بقول لها ده انا بتمرن ما اعرفش ايه وما تعرفش. انت اهو انا اهو. شوفي. اظن ان دي حاله عن جنينه الحيوانات. يعني قصدي انه برضو اللي قلتي انا هعمل اللي انا عايزاه. شوفي يا امي مصري، هو اول برنامج اتيحت ليا الفرصه ان انا اعمل اللي انا عايزاه 100%. لاني كنت انا المعده بتاعته بقول اللي انا عايزاه فعلا. فانا الفكره ان عشان اقدر ابلع التوبيك التنموي اللي ممكن يبقى تقيل في في في, في ظروف كتيره. فكان كردان فلاحي اللي انت لابساه ده فرح العمده. وبصي الشعر يعني دي مرات العمده رسمي. ما تتكلميش عن الشعر خالص يعني. يعني بصي دي المره الوحيده اللي اقنعوني في التلفزيون. رشا جمال كنا احنا في الجامعه وكنا بنتفرج على الناس بتوع المسرح بقى. لا ما تضحكيش، انا والله كنت لسه ايه غير غرير كده، ودول بقى بتوع المسرح هم شعرها كده من ساعه الجامعه ما بتسرحش من ساعتها. ما تسرحش. بحط كده. لو هتكلمي مامتك
لانه هي ذكرى وفاتها قريبه كمان قوي. ايه الرساله اللي هتقولي لها وانت وسط المجتمعات اللي ورثتها لك؟ والحاجه الثانيه هو انه واحد من ولادك ربنا يحميهم لك لو هتنقي له طقم او كردان من دول لعروسته، بس يعني ايه ما تكوني عايزه تثمني الجوازه مش تفركشيها، هيبقى ايه؟ حاضر. اختاري بقى. حاضر. لا لا حاجه لحسين ابني هديله ده، حسين ابني الصغير هديله القلب ده والحلق ده. ده تركي. ده التركي. ليه؟ مع انه صغير يمكن في حاجات اغلى مثلا. ما هو عندي بكر بقى الكبير يحب بقى اللي كده. يعني ده صغير بس قيم. ده قيم جدا. وامي كانت بتحبه قوي قوي قوي. وانا حسين بحس ان في شيء من امي الله يرحمها. فهو حسين ياخد ده. وابو بكر عشان هو عامل نفسه شيك قوي كده وارستقراطي ياخد ده عشان ده شكله ملوكي كده. ده ملوكي. ده. وما عجبهمش بقى البابي فوق جمال صراحه. ده انت هتبقي حما صعبه جدا. ده اللي عندي. لا ده انا امي كانت حما الصراحه لطيفه قوي قوي مستنى جدا قوي الله يرحمه. اما بقى الرساله اللي احب اوصلها لمامتي يعني احب اتشكر لها من كل قلبي، يعني كل عرفان من تحت لفوق صراحة هي نفعتني نفع في حياتها وهمتها، ما بطلتش تنفعني يوم واحد. ده البس الرسالة اللي احب اوصلها. مدحت العدل انا يا نفسي. لا قولي مراتك قالت لك اشرب يا بنت سيكا وناولني روح وفكا وانسى ادي دنيا سكه. شخصيات قابلتها عايز اكتب عنها قصايد. فتش قصايد حب في مراتك قبل ما تتجوزها. اي حاجه انا عملتها هي ليها فيها النص. تكتب حاجات حلمنكيش يا دكتور مدحت. دوب لاب دوب لاب دوب لاب. خير بشاره طبعا هو مخرج عظيم ومجنون. احنا برضه جلسين قوي على فكره، ما بسيبش حاجه في حد في حاله. الناس هتموت من البرد وفي قلبي مش بشم النسيم. انا جوه دماغي حاجات هتغير وجه الكون. انا جوه دماغي حاجات هتغير وجه الكون. احلام ألوفات ألوفات.